خلونا نتعرف على المعرض الفرد السابع للفنان أجود أبو زكي بعنوان حتى الرمق الأخير، يلي بيتضمن 25 لوحة ومستمر لسبعة تشرين الأول بجاليري إكزود الأشرفية العكاوي. أنا أجود أبو زكي، فنان تشكيلة لبناني. اليوم كان افتتاح معرضي بجاليري إكزود، معرض السابع. هذا المعرض ككونسبت بيحكي عن المرأة بشكل عام، وبجزء منه بيحكي عن علاقة الرجل والمرأة من وجهة نظر أو من ناحية الحياة. المعرض مؤلف من 25 لوحة، كل لوحة بتحكي موضوع أو بتحكي جزء من القصة، وفي معرض أو في لوحة للرجل تقريبا بتساعدنا بإضاءة على الموضوع أو بتخلينا نفهم الموضوع أكثر. اللوحة، كل لوحة راح تحمل تعبير معين لحالة معينة للمرأة، وكان الهدف إبراز أو عمل مقارنة بين دور المرأة بالحياة ودور الرجل. وكان المعرض واضح إنه أكيد دور المرأة أوسع بعطاء أو أوسع بتعلم. هذا ككونسبت. كتكنيك كنا عم نشتغل كتكنيك وات إن وات هو أكواريل. هذا التكنيك بيترك باللوحة كتير مساحة هائلة من التلقائية، ما بتأيد الفنان على شرط يضلوا قادر يمسك بنواحي اللوحة كلها ويعرف أنت بده يرجع يعالجها لإضاءة يعمل لها إظهار ناجح. المواد اللي استعملتها بهيدا المعرض، الورق هو ورق رز وورق هندي هاند ميد كتان. المادة البانتير هي الإيكولين. إيكولين مادة سريعة النشاط، ما استعملت للرسم أول مرة، بتستعمل للرسم، هي استعملت للإيربراش بطريقة ما، لأني أنا بركب ألوان قدرت طوع هذه المادة وتشتغل معي بنفس تكنيك الأكواريل اللي هو وات إن وات. أضفت عليها داخل أو بوينت أو تاش يقدر يفوت الضوء على اللوحة ويقدر يفوت اللون الأبيض على اللوحة ليقدر يعمل توازن بين القصة الموجودة باللوحة، يمكن تكون منه هالقد حلوة أو فرحة، وبين الأمبيونس اللي عايشة في هيدي اللوحة أو المرأة اللي هيدي اللوحة. هيدا التالوت اشتغلت عليه. كان في ناحية بعد هي طريقة إظهار اللوحة، كيف ممكن نبرز الألوان، ألوان اللوحة وتكنيك اللوحة. لهالسبب اخترت اللون الأبيض، كان بيزو ولا كادر، مشان خلص الألوان تاخد مدى جوات هيدا الفراغ الأبيض أو هيدي المساحة البيضاء. وتقريبا يعني كل اللي قصدته وصلت له بالافتتاح، يعني كانت ردة فعل الناس على اللي أنا حكيته كانت كثير إيجابية. أعطت اللوحة حقها بإبرازها وأعطت انطباع كثير حلو للمتلقي. فتقريبا هيدا باختصار جو المعرض، وإن شاء الله نلتقي بمعرض جديد.